هاي بنات، اليوم الفيديو راح يكون مشترياتي من موقع امازون. قبل ما نبدي الفيديو لا تنسون المشاركة بقناتي وتسوون لايك وشير لهذا الفيديو وتسوون تفعيل الجرس حتى كل ما انزل فيديو جديد تعرفون. وهذا الفيديو راح اشوف لكم الشغلات اللي اشتريتها من موقع امازون. طبعا بالفترة الاخيرة هواية شغلات اشتريت من موقع امازون، لانه مثل ما تعرفون انه محلات معزلة، ماكو واحد يروح يعني يشتري غراض من برا، فكان موقع امازون هو الحل او هو المكان الوحيد اللي كنت بهذه الفترة انه ادخل على موقع امازون اشتري هواية شغلات. طلع عندهم هواية شغلات حلوة للبيت، اشتريت شغلات للبيت واحد يستعملها بشكل يومي، اشتريت من عندهم هدوم، احذية، اكسسوارات، منتجات العناية بالبشرة بالجسم، هواية شغلات بنات تخبل. يعني ما كنت اني اعرف انه موقع امازون عندهم هلقد شغلات. بهذا الفيديو راح اشوف لكم شي كم شغله من الشغلات اللي اشتريتها. بس اذا حبيتوا اسوي لكم مثل اجزاء لهذا الفيديو، انه فد فيديو يكون خاص ب مثلا الهدوم، اشوف لكم الهدوم اللي اشتريتها مثلا واحد، او فيديو الاخ يكون خاص بالاكسسوارات بمنتجات العناية بالجسم بالبشرة، لانه هواية هواية غراض، هواية شغلات اشتريت من عندهم بهذه الفترة اللي كنت قاعدة بالبيت ما عندي شيء اسوي. كل ما دا مثلا دا اريد فد شيء دا اروح على موقع امازون دا اكتشف انه عندهم شغلات احلى واحلى. فاذا حبيتوا اسوي مثل هذه الفيديوهات خلوا لي بخانة التعليقات. وهذه الشغلات كلها ما راح تكون بالترتيب، لانه عندي هدوم، عندي اكسسوارات، عندي منتجات العناية بالشعر بالبشرة، فراح يكون يعني مو بالترتيب. فراح نبدي اول شيء بهذا القناع اللي هو قناع الشعر، يجي بهذا الشكل. طبعا هذه الماركة هي موجودة بموقع سفورة، فكنت ادور على قناع خاص بالشعر فطلع لي هذا القناع، كلش زين على الشعر مالتش اذا تستعملينه، يرطب الشعر وينعمه. الطريقة اللي تستعمليها انه ورا ما تخلصين الشامبو يعني تغسلين شعرك، تحاولين انه تعصرين شعرك حتى ما يكون به مي، تخلين من هذا القناع لمدة 10 دقائق، وبعدين تغسلين شعرك وراح تشوفين انه من اول استعمال هذا القناع راح يخلي شعرك يكون مترطب، يكون بلمعة ويكون صحي. فأني كلش عجبني وشفت انه بموقع سفورة عندهم من هذا القناع. اذا ماكو سفورة بالبلد اللي انتي تعيشين به وردتي تشترين مثل هذا القناع اللي هو كل الزين، تقدرين تشتري من موقع امازون. المنتج الاخ هو هذا القناع اللي هو من اولا هنريكسن، هذا القناع خاص بالمسامات الكبيرة. طبعا هذا القناع همنا اكو منه بموقع سفورة تقدرين تشتريه، بس اذا ماكو سفورة بالبلد اللي انتي تعيشين بيها همنا تقدرين تحصلين على هذا القناع من موقع امازون. وهذا القناع يجي بهذا الشكل، المنتج الاخ هو هذه المحبس بنات تخبل. اني كلش عجبتني، صحية يعني كبيرة، بس اني تعجبني هذولا المحابس اللي تكون يعني هيجي كبار تخبل. طبعا اني كلش كلش يعني فرحانة بهذا المحبس هواية، لانه ما اعرف هيجي فت شي كلش حلو غريب. والش اسمه مالته هذه هنا ستريج هي او مطاط، تقدرين تلبسيها باي ايد تريدين، تقدرين تلبسيها هنا كلش حلوة وتخبل. ويا هذا المحبس اخذت هذولا التراتشي اللي هي تقريبا نفس اللون تخبل بيهم، هذولا ال تشوفون بيهم شوية لمعة هنا، هذولا الدوائر الصغيرة كلش حلوين.
هذولا التراجي ويرهون ويا هذا المحبس. المنتج اللاخ اللي اخذته اخذت هذا الحزام اللي هو خاص لمنطقة البطن، اذا عندك مشكلة يعني، وكليتنا طبعا عندنا مشكلة بمنطقة البطن، هذا الحزام انه تخلينا. طبعا اشتريت ويا همنا هذا الكريم، تخلين هذا الكريم وبعدين تخلين ويا هذا الحزام حتى يعني يساعد انه يعني واحد يضعف. فراح اجربهم اثنيناتهم وراح اقول لكم شنو رأيي بيهم، بس قريت هواي ريفيوهات عليهم بالموقع امازون، يعني كانوا دي يقولون انه اثنيناتهم زينين ويشتغلون فعلا. انا عندي مشكلة بمنطقة البطن، فشفت انه هذا الحزام يعني ويا هذا الكريم راح يساعدوني انه اتخلص من هذه المشكلة. المنتج اللاخ هو هذا السيستم اللي هذا السيستم او هذه الماكينة، الشيء اللي تسويه انه تفرزن المكانات اللي تكون بها دهون بالجسم، يعني اذا عندك مثلا مثلي اني منطقة البطن بها دهون، هذه الماكينة تستعمليها تخليها فتساعد انه يعني تفرزن هذه الدهون حتى على اساس يعني ما تكبر. فما اعرف يعني ما مجربتها، راح اجربها وهمنا راح اقول لكم رايي بها. وهذه الماكينه تقدرين تستعمليها لكل الجسم، فراح اجربها وراح اشوف اذا راح يعني تشتغل او لا. المنتج اللاخ هو هذولا المناظر اللي راح يساعدون انه العيون مالتك ما تتاذى اذا كنتي تستعملين هوايه كمبيوتر او تتفرجين هوايه تلفزيون، حتى العيون ما تتاذى. ف يعني هذه المناظر تساعد انه العيون ما تتاذى. وهذه المناظر يعني مو بس للكبار، للصغار حتى، مثلا اذا يعني جهالج يستعملون هواية كمبيوتر، يلعبون هواية العاب مثل جهالي اللي يقضون هواية وقت دي يلعبون بالكمبيوتر، ف يحتاجون مثل هذه المناظر اللي تحمي العين من يعني الكمبيوتر، من التلفزيون. طبعا هذه العلبة يجي بيها اثنين او مناظر اثنين، اكو هذه اللي الاطار مالتها جلد النمر، واكو اللون اللاخ اللي هو اسود، اللي لونها اسود طبعا انطيتها لابني الكبير لانه هو يستعمل هواية كمبيوتر، يلعب هواية العاب. فاول ما قلت له قال لي خليه اجربها وعجبته هذه المناظر، قال لي يعني شوية يعني دا تفيد، دا احس انه عيوني مدت يعني مدت توجعني. فاني ما مجربتها بس ابني عجبتها، فاتصور يعني هي زينة. شنو رأيكم بي بالمناظر؟ ما أعرف يعني أنا ما تعجبني المناظر، بس هذه يعني قلت من أكون دا أسوي مونتاج للفيديوهات مالتي فألبسها يعني حتى عيوني ما تتأذى، لأنه هواية مرات يعني من أكون قاعدة قدام الكمبيوتر أخذ يعني ساعات طويلة أنسى نفسي، مرات من يكون عندي شغل على الكمبيوتر يعني شغلات دا أسوي على الكمبيوتر يعني عيوني تحمر وهمنا يعني احس هي جدا تحترق. فقلت انه هذه المناظر راح تساعد انه نقلل من هذه المشاكل، فهمنا راح اجربها وراح اقول لكم شنو رايي بها. المنتج اللاخ هو خاص بالبيت تستعملينه الكل يوم. طبعا احنا هنا بولاية ميشيغان عندنا رطوبة كلش عالية، مثلا اذا فتحتي تشيس مال تشيبس راح تشوفين انه ورا يومين هيجي يعني يصير مترطب وطعمه يتبدل. فمن شفت هذه على موقع امازون، هذا خلينا نسميه الجهاز، الشيء اللي يسويه انه يجي بهذا الشكل، هذا الجهاز الشيء اللي يسويه انه مثلا خلينا نستعمل هذا الشيز، تخلين يعني تخلينا بهذا الشكل وتدوسين عليها. طبعا تحتاج باتريات، انا ما مخليه باتريات بيها بعد، وتسديها راح يسد الكيس، يعني راح يرجع كانه الكيس ما مفتوح. ف
من شفتها قلت احنا نحتاجها، لانه اني جهالي ياكلون هواية شيبس بسكت، فهذه الشياس مال بسكت او الشيبس من تنفتح ما اعرف يعني ورا يومين الطعم مالتها يتبدل فبعدين تنذب. فمن شفت هذه قلت يعني هذه المشكلة همنا راح تنحل، ما راح ينذب أكل، راح نسد هذا التشيس أي تشيس الكان. تقدرين مثلا تستعمليها إذا مثلا عندك خضرة أو عندك مثلا لحم أو دجاج، تخليها بالتشيس وتستعملين هذا الجهاز وتسدين بيها التشيس وتخليها بالفريزر، ما عندش مشكلة. حتى تقدرين تستعمليها مثلا إذا عندش فاكهة تريدين تخليها بالتشيس، مثلا عنب أو أي شيء ما تريدين يدخل بيها هواء، تقدرين تستعملين هذا الجهاز. وهسه رح نجي على الهدوم. طبعا اشتريت هذولا القمصان الاثنين، طبعا اشتريت هدوم اللخة، بس بهذا الفيديو حتى ما يكون هواية طويل رح اشوف لكم بس هذولا القمصان الاثنين. اول واحد هذا القميص يخبل بنات، اني تعجبني يعني هذه القماش اللي يكون اسود وابيض، هذه الدوائر البيضة كلش يعجبني. واحد يقدر يلبسه ويا ستريج اسود، كلش حلو يخبل. وهذا القميص الثاني، هذا على نيلي والدوائر مالته أصغر، همينة نفس الشيء تقدرين تلبسيه ويا ستريج يكون أبيض. قميص الأخ هو هذا القميص، همينة نفس الشيء، هذا اللي بيه دوائر بس هذا لونه نيلي وبهذه الدوائر البيضة الصغيرة، نفس الشيء همينة تقدرين تلبسيه ويا إذا تريدين جينز يكون أزرق أو ستريج أبيض، راح يطلع كلش حلو. هذه كانت قسم من الشغلات اللي اشتريتها من موقع أمازون. إذا عجبكم هذا الفيديو تريدون تشوفون بعد مثل هذا الفيديو، خلوا لي بخانة التعليقات خلوا لايك لهذا الفيديو حتى أعرف وأسوي لكم الفيديوهات. أتمنى إنه هذا الفيديو يعجبكم، انتظروني بفيديوهات جديدة. باي.